عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا ناتشو سلام أيوة قال ناتشو الله يا سلام عليك الله يسعدكم. كيف حالكم وأخباركم طيبين؟ لها ساعة كامل تعلمني بالكلمة هذه أنا ما فهمتها، قالت خلينا نبدأ سوا. الله يسعدك إن شاء الله. يسعدك. طبعاً نبدأ أول شيء. كيف حالكم وأخباركم طيبين إن شاء الله. الله يسعدكم. شفنا مقاطع كثير عننا وتكلموا وقالوا أشياء. الميديا حماس. أوه ما شاء الله. وتكلموا كلام، اللي يتكلم زين الله يجزاه خير، واللي يتكلم الله يجزاه خير كمان. ويسعده إن شاء الله. طبعاً أنا عندي أول مقطع. العاقل والإنسان المحترم ما يقول الكلام هذا حقيقة. هذا هو المقطع، شوفوه. الله يسعدكم. فهد اليمني، يا فهد أنت تزوجت بنات إثيوبية، تروح تطلق طرق كشمك. طبعاً العاقل ما يقول الكلام هذا، والإنسان المحترم يقول هذا الكلام. إيش يقول سميرة؟ يا خبيث يا خبيثات طلقها غصبا عنك يا فهد. حقيقة أنا هذا الشخص والله غير عاقل، لا كلام عاقل ولا محترم ولا يعني حتى التربية ما توقع هو درس. إيش المدرسة اللي درسها يعني تعلم فيها؟ حقيقة ما توقع إنسان عاقل يقول الكلام هذا، طلقها متزوجة على السلطرة وبسمع كلامك انت. بالحقيقة هو امه لسه ما جابته اللي يخليني اطلق من سميرة، اطلقها او شيء. والله يوفقنا ويوفقكم. حقيقة الجاهل لا ترد عليه. صحيح. وهذا من الجاهلين. فما يستحق ان انا ارد عليه. الله يسعدكم ويوفقكم ان شاء الله. ست سميرة توطلين ودوشي دانانا شوي كود سلام تاقا انكت الالن تياك اوش بزو تياك اوش كاربوال لكن يتوسنوتن يتشالناون ياكل تياك اتشاكون مرسوني زمتنال انقدي ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله جواب. ايه ان شاء الله. اول السؤال. بسم الله سميرة وفهد كيف تعرفتوا على بعض؟ ايوه طيب. جاوبين ولا جاوب؟ مو مشكلة جاوب. جاوب مو مشكلة. يلا تفضلي. بنا قرشت لي اني من وراء مدينة المنورة نو قواديني رياد اللج السو بيت السرانة برا اللي توصلوا قزياتوش بس هو مكنيتنو بيعوك كنت مالتنو. طبعا ما يدرون انك بالمدينة يعني وانك بعيد. إيه قلت هالحين. إيه لا هم من قبل يعني يفكرونك بالرياض ولا شيء زي. لا لا أنا كنت عايشة أساسا في مدينة منورة. طيب اشتغل في مدينة منورة. فصاحبتي اللي عرفتني على إيه قعدني اللي تستوقع شيء مالتنا إنجي بريكس أكتر شيء يقولون بريكس اللي عرفني أنت عرف ما يعرفها نايا. بالمناسبة أنا عرفت بريكس بعد فهد. كفايت بالانو بريكسن ما كونجي سيجمرني بريكسن على قوم جنب باقو كتلك دسان مسمي باكل مالتنا يي مجمر يوم ملسنا ولتنيا سنتنيا مستونش از ثانيه بالثالثه ولا رابعه ولا خامسه ثانيه. عندي واحده من العرب، واحده حنان، وهذه ثانيه سميره. أنا زوجتي هو التانية مستوني. أنت طلقت زوجتك؟ لا. السؤال الثالث الصراحة. طلقت زوجتك بسبب سميرة ولا بسبب سميرة؟ لا 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 أم عيالي وبالعكس والله طيبة مرة 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 ولا راح يصير. طبعا في ناس يقولوا انه بتجي تضربك ومن ايش اول شيء خوفهم علي صراحة. الحمد لله هذه ببيتها وهذه ببيتها، كل واحدة بعيدة عن بعض، كل واحدة اتجاه ثاني. انجي مستون فتتو على لمنين يا قبان اني لاي اندي فطارو يمال فلقاتشو النقروج سو لاي ويمكا هولتيني سوستيني هدي لاي اندزاين نقر اندي فطار على فلقم بفصوم اندزاين تم نقر اما رقل جعر اللوم لكن هولتيني بمقاباتي من ماينت مطفو سميت اي سمانيم فخورة اني انا زوجته الثانية وانا فخور اني تزوجتك يا قلبي. الله يسعدك. اسمعني في سؤال طبعا نسيته، الولد يفكرني يماني سيد. اوه
يقول لي هذا اليماني. أنا بالحقيقة سعودي والحمد لله. أيوة الحمد لله. سؤالك الثالث. الرابع. الرابع إثيوبيا هيدو كانتي بيتسوتشنا إثيوبيا هيدو كانتي بيتسوتشنا. السؤال الرابع أنت رحت في الحبشة عشاني ولا تشوف أهلي؟ لا أنا رحت بريكس. أو رحت البريكس. إثيوبيا هيدو لبريكس نونجي لأن يعد اللمس الجامع. لا أنا رحت البريكس. أيوة. ما عارفين محتاج أنا مجرد البريكس. يعني فكروا الناس انه رحت لك كان رحت عند اهلك. طيب ليش ما رحت اساسا؟ لسه ما تعرفنا زي الناس، ما كان لسه يعني علاقه تمام. ايوه ما كان لحد درجه ولا لحد درجه. ايوه يعني ثاني بلايد اللي ميدو لا ودقوا الدنيا ولا بريكس نو وديتو بيا يهدو يمجمر يهدون بزوم عن التواوقم ولتنيا لينو توق نبرن قنا نبر لزانو سلازي ወደኒ ቤተሰቦች አልሄደም ለሱ ብሎ ነው ሄደው ማለት ነው። سؤال خامس انت من وين يا سميره؟ من وين؟ هذا كل الناس تبغى تعرف. انا من وين يا بنات؟ انا من وين يا قلبي؟ منين؟ اثيوبيا. يعني قلت اثيوبياوي اثنين بنقراتشن لاي طبعا يا ማንኛችንም የተወለድንበት ልዩ ሀገር አለን እኔም አገር አለኝ ላይክ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ደቡ ወላይታ አፋር እንደዚህ ማለት ነው። ሁላችንም አንድ ነን ምንም ችግር የለውም በዚህ ጥያቄ ላይ በመልስ ላክን አውቃሰው ምፋጃ ነህና ለምንሩህ ማ ባት ትሽፉና በትስዌር ያኒ የተወለድኩበትን ሀገር ማየት ከፈለጋችሁ ይሄ ሰፈለጁ ኦሬ ታገለጅ እንደውም ማለት ነው። ታብ ይግሩ ለክፋት ልሽ ለብስ ልብስሪያ مو معنى انه يكون في عنصر بهذا الشيء. طيب ايوه انا سعودي والبس لبس ريعي. ايوه اني لمثالي يويلات على لون تشلالو اور يتغري لون تشلالو ان شاء الله باذن الله البس كل الملابس ريا وروم واماره كلها ان شاء الله. عفار ان شاء الله صومالي البس كل الملابس ابغى البس كل الملابس. سو يا ريا لبس سلالبسك يا ريا لجني مالت هارلم يا عفار لبس سلالبسك يا عفار لجني مالت هارلم لكن ايتوبياون باهلن يا اتقاللله بالسلون من شكر يلون بي تسفار ارغالو. السؤال السادس ايوه بسم الله. انت مسيحيه؟ قولي أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بنا قرأت لي منهم تشجري اللوم. يا دكت بكريستيان بيتسويتش نو إن تعباتي كريستيانو تناتشو كريستيان نبركن يسلم كدمو لسم ويم لما نبي يا رلم كوي تشالو كسلم كسمن تامتين أسقط رلم وده دين الإسلام كجباو مالتنا. سو الحمد لله الله رزقني دين الإسلام. لكن الزي عند بوينت يا مانس هبت مكنت من دينو دين لا تسقبو لا دخلوا الدين. كل أيوة كل واحد بدينه كل واحد بدينه وكل واحد ب أي والله أي أكيد يختار الدين وهذا يختار دينه كل واحد وكلهم على عيني ورأسي ما يحتاج كلنا بشر وكلنا بشر ونحترم الناس وإنسانية وكل حاجة بالدين بالحكومة بالأشياء ما نبغى ولا العنصرية ولا نبغى أي شيء. الله يسعدكم. متى تعرفتوا على بعض؟ سؤال السابع. لنا تقريبا سنة و سنة وشهر أظن كذا. سنة وشهر شهرين كذا تقريبا. أيوة سنة وشهرين تقريبا اي نعم. جون 2019 التاريخ ما ادري والله نسيت. يتواوقنبت مالتنا قالوا يتبابلنبت اي نو كانوا كن ياو اني اندالكواچون المدينه نو يمنورو مالتم ما كان بالرسائل حتى بالكلام. هذا جوابنا بريكس اللي عرفك قلت جاوبت لكم. فهد بيتسبب اسوي كده هنا. فهد اعتذرت من أهلك لما تزوجت سميرة. إيش كان شعور أهلك لما تزوجت سميرة؟ والله بتكلم معلش دقيقة. أول شيء الحمد لله أهلي والله ما قالوا شيء. الحمد لله أخويا شاهد والحمد لله أهلي يعرفون هذا الشيء تقريبا.
الأهل الأهل الأخوان وزي كذا يعرفون هذا الشيء والحمد لله. وإن شاء الله الله يوفقنا بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إن قديش يهنني مسلالو هذا تسأل السؤال. آخر السؤال إيش كان والمشكلة ما سجلته. اللهم صل على محمد. الله يسعدكم ترى والله الأسئلة كثير أنا عارف. مرة كثير. كثير كثير كثير. فبنجزاها وبنجيبه لكم بالحلقة الثانية إن شاء الله بإذن الله. والله يسعدنا ويسعدكم إن شاء الله. وشكرا لكم. وطبعا شكرا كل التعليقات وكل الناس اللي أعطونا كلام حلو. وفي ناس كثير ما شاء الله ما قصروا معنا. الله يجزاكم خير ويوفقكم إن شاء الله. سميرة إيش تقولين لهم؟ بالمناسبة بزو تجتوتش مقالو الأخوان نشكرهم بالأسامي ولا لا ما يحتاج لأنهم ما شاء الله كثار يعني أغلب شيء كلام كلام الحلو واتصلوا علينا ورسلوا لنا والله يوفقكم وما عليكم وإن شاء الله إحنا معاكم الله يجزاكم خير وشكرا شكرا شكرا لكم ويسعدكم إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. كلب النام سجنا لن بدأ ودلاي بوست مسمار ميجاباتو سميرة لا تخافي كوني فخورة بالنفسك ارفعي راسك ميم تلومي إحنا مو مخبين أصلاً يعني إحنا قدام الناس يعني لو عندنا غلط ما كان نطلع قدام الناس نتكلم. أنا قرأت لي لأني أول واحدة متزوجة سعودي ولا عني آخر واحدة أني أنا متزوجة سعودي بزي من ما قتينا الدفع بتم راسي ودجار الجوار لو مالتهم قن يهي تشجرو أني من الوقت تشجري له سوشيال ميديا عليه سلوا وطا يونا لنجي وندو كم دزي يونا شو دو أنت مو شيء أجر الرجوج كلهم سيدمو عندنا مالت هارلم يا بشا وندو كم دمو دزي ما تكون أشوا مالت هارلم تلك ملكت ما سال فلاشوا يا أجر الرجوج وندو مو شيء ناكل ما تكون وارلم قن يعندو هو حر مرجع له سلازي مطفو قال وين ودل الى اسبان هير طرو نو ياندندو يميفلغون نجر ما درج يتلا اذا كان هو مرتاح من مرتاح انا لا الشيخ اشخاص اللي قاعد يتكلمون عن الرجال الحبشيين وايش اللي متزوجهم ليش وما طبعا احنا ما نبغى نجيب الكلام حق الاولاد الحبشيين الله يهديكم ويصلحكم ويسعدكم ان شاء الله. طبعا والله ما جبنا كل الاسئله بس ان شاء الله الوقت الثاني ان شاء الله ايوه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله المقطع الثاني اعطيناكم الشيء الاساسيه تقريبا وانا قرشنا انستنال قلت ان شاء الله اندمي متشاشو تسفى نارغالن كبالفو مقطع زاري احسن صح الاول المقطع احسن اليوم اني تكلمت بصوت عالي من اليوم انا اقول لها لازم تتكلمي بطل الخوف والله يعني ما خفت خلاص الحمد لله شويه نايهنني مسلا لودوتشي إن شاء الله دائما تشوفون المقطع الثاني والثالث الرابع كمان إن شاء الله جزاكم الله ألف خير لطرو مكراتكم بدعم النام سجنا لن الله يجعل آخرتنا إن شاء الله يا رب آمين إن شاء الله لا ولا تنسوا باللايك سبسكرايب شير شكرا مع السلامة باي.